أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني صف برنامجنا الشيق في بيتنا مدرسة في مادة الفيزياء، احنا هنتكلم السنة دي إن شاء الله عن حاجة اسمها الموائع. يعني إيه الموائع؟ هي عبارة عن بعض المواد التي تنساب بسهولة جدا، زي مثلا السوائل زي الغازات. السوائل زي الماء، زي الزئبق، زي الزيت. الغازات زي الهواء، زي اي ريحه نفاذه. يعني مثلا كمثال، لو انا رشيت برفان في اي اوضه ببص الاقيه بينتشر بسهوله وما بقدرش اشوفه، ولكن بقدر استدل عليه من الرائحه بتاعته. فانا عندي السنه دي باذن الله في سنه تانية هندرس انواع كثيره من الموائع، الموائع ساكنه والموائع متحركه. الموائع الساكنه ليها خصائص، والموائع المتحركه ان شاء الله في المنهج هنشوف الخصائص بتاعتها. في الاول عايزين نعرف يعني ايه كلمه موائع. هي عبارة عن المواد التي تتميز ولها قدرة على الانسياب مثل السوائل والغازات. كلمة المائع بس أو الموائع هي قدرة على الانسياب بسهولة جدا مثل السوائل والغازات. طب زي ايه؟ أنا أجيب ممكن كوباية مية وتنساب بسهولة، ممكن انتشار بعض السوائل، الغازات، الروائح، ده أقدر إن أنا أتكلم عنها. طب هنتكلم عن النهاردة الموائع الساكنة ونتعرف على الخواص بتاعتها. أنا عندي خواص الموائع الساكنة أو نقدر نقول عليها خصائص. عندي أربع خصائص. نمرة واحد الكثافة، اثنين الضغط، ثلاثة التوتر السطحي، أربعة قاعدة أرشميدس أو قانون الطفو. دي بنسميها خواص الموائع الساكنة. عشان أدرس حاجة أو أتكلم عنها لازم أعرف كل حاجة عنها. هنتكلم عن واحد واحد من الخصائص دي وندرسه كويس بالتفصيل. انا اتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الكثافة. احنا خدنا في سنة خمسة اللي يفتكر معايا يعني ايه كلمة كثافة. لو انا جبت مثلا قلم زي ده عايزة اعرف كثافته ايه، هضطر ان انا الجأ لحاجتين، كمية فيزيائية اسمها الكتلة وكمية فيزيائية اخرى اسمها الحجم. يعني ايه كمية فيزيائية؟ خدنا في سنة اولى طبعا الفيزياء متراكمة، احنا بنلجأ في سنة اولى خدنا حاجة اسمها الكميات الفيزيائية الاساسية والكميات الفيزيائية المشتقة. الأساسية قلنا زي الطول، كتلة، زمن، درجة حرارة، كتلة، كمية المادة، عندي قوة الإضاءة. الحاجات دي اسمها كمية فيزيائية أساسية، وبقدر أعمل منها مشتق، يعني بشتقها منها بعملها منها، زي الحجم، زي الكثافة، زي القوة، زي العجلة، زي الشغل، الحاجات اللي خدناها في منهج سنة أولى. طب هنتكلم بقى عن الكثافة. عشان أجيب كثافة أي جسم بقول هي عبارة عن كتلة وحدة الحجوم. يبقى عشان اعين الكثافه بقول كتله وحجم. طيب يعني معنى كده انا ممكن اقول ببساطه جدا اقدر اجيب اعمل قانون، اسمي القانون ده الصيغه الرياضيه للكثافه. مش هيجي يقول لي احنا في سنه تانية كبرنا شويه بنقول الصيغه الرياضيه للكثافه، معناها اللي هو القانون بتاعي. طب القانون بيقول ايه هنا؟ رو بتساوي ام على في. رو دي يا اولاد اللي هي عباره عن الكثافه، طبعا ده رمز اول مره نتكلم عنه وهو رمز لاتيني. احنا ان شاء الله في سنه تانية هناخد بعض الرموز الكتيره جدا ومعظمها لاتيني. رو ده اسم الكثافه، هو عامل ايه زي الميم كده، ولو انا شفت هلاقيه مايل شويه كده اهو زي الميم الايه النسخ بتاعتنا اهو، ده اسمه رو وعصايته مايله عشان في حرف شبهه بعد شويه هنتكلم عنه، وده هو عباره عن الكثافه. طب انا لما اجي يقول لي ايه اذكر الصيغه الرياضيه للكثافه، فهقول رو بتساوي ام على في. جبته منين؟ الام اللي هي الكتله، الماس خدناها السنه اللي فاتت، الفي اللي هو الفوليوم بتاع الماده اللي عندي او الجسم اللي عندي، يبقى رو بتساوي ام على في. ممكن يجي سؤال تاني يقول لي ايه ما هي وحده قياس الكثافه؟ انا بقيس الكثافه بايه؟ احنا خدنا برضو في سنه اولى طبعا نظام المتر الدولي، الطول بقيسه بالمتر، الكتله بالكيلو جرام، الزمن بالثانيه، شدة التيار بقيسها بالأمبير، درجة الحرارة بالكلفن، وخدنا الكلام ده كله في سنة أولى. طب أنا هلجأ لإيه دلوقتي؟ أنا عايز الكتلة اللي هي إم اللي هي وحدة قياسها تبع النظام المتر الدولي كيلو جرام، والفوليوم اللي هو عبارة عن ثلاث أطوال طول في نفسه في نفسه، مثلا لو للمكعب يبقى متر مكعب، يبقى وحدة قياس الكثافة كيلو جرام لكل متر تكعيب. ده بالنسبة لجسم صلب، أي جسم صلب إذا كان مكعب أو دايرة أو قلم أقدر أجيب الكثافة. لكن في كثافة اسمها الكثافة النسبية. يعني ايه الكثافة النسبية؟ هي النسبة بين كثافة المادة الى كثافة الماء عند نفس درجة الحرارة.
كثافة نسبية، كلمة نسبية يعني نسبة، يعني حاجة على حاجة. كثافة مين الأول؟ كثافة المادة. ما المقصود بكثافة المادة؟ ألمونيوم، نحاس، حديد، رصاص، ذهب، أي مادة مسافة مفتوحة، بس ثبت كثافة المية اللي هي على. يبقى أنا بعمل نسبة كثافة المادة في البسط على كثافة المية في المقام، بس ليها شرط عند نفس درجة الحرارة. يعني إيه؟ يعني أنا لما أحب أعمل الكثافة النسبية مثلا لمادة الحديد بعمل إيه؟ هروح قايس الكثافة بتاعت مادة الحديد وأخليها بسط بس عند درجة مثلا 50، وأجي أعين وأحسب كثافة المية في المقام عند نفس الدرجة، عند درجة 50. عشان كده بنسميها كثافة نسبية، أقدر أحولها إلى صيغة رياضية. طبعا ده نسبية كلام، هي عبارة عن إيه؟ هقول الكثافة النسبية مثلا بتساوي، هعمل بسط ومقام. البسط بتاعي اللي هو مثلا كثافة المادة عند درجة حرارة معينة، المقام كثافة الماء عند نفس درجة الحرارة. طيب في سؤال يجي دايما، بيجي في سنة تانية كتير جدا منه، ما معنى أن الوزن النوعي للألمونيوم بيساوي 2.7؟ أنا ما خدتش الكلام ده، يعني إيه وزن نوعي؟ كلمة الوزن النوعي يا أولاد هو عبارة عن الكثافة النسبية، المرادف بتاعها معناها. يبقى ممكن هي كثافة نسبية أو بين قوسين كده الوزن النوعي، يبقى الاتنين حاجة واحدة. هو عايز إيه؟ عايز أقول له يعني إيه، ما معنى، ما المقصود إن الوزن النوعي لمادة الألمونيوم بتساوي 2.7؟ ببساطة السؤال ده سهل جدا ودايما بيجي في امتحانات سنة تانية. معناها ايه؟ ان انا عايز اعرف الوزن النوعي او الكثافة النسبية. احنا من شوية قلنا ايه؟ هي النسبة بين كثافة المادة الى كثافة المية عند نفس درجة الحرارة. طب انا عايز كده بس هبدل وعدل شوية الالفاظ كده، نقول ايه؟ كلمة ما معنى الوزن النوعي للألمونيوم بيساوي 2.7، الاجابة بتاعتها اي ان النسبة بين حاجة على حاجة كثافة الألمونيوم، هو محدد المادة يبقى ألمونيوم، إلى كثافة المية عند نفس درجة الحرارة بتساوي 2.7. معنى كده أنا بحل أو بقدر أعبر عن الوزن النوعي أو الكثافة النسبية باللفظ بتاعها وتعرفها، ولكن بزود كلمة بتساوي 2.7. طب 2.7 إيه؟ يا ترى وحدة قياسها إيه؟ قال لي الكثافة النسبية ليس لها وحدة. احنا لسه من شويه كنا بنتكلم عن الكثافه، الكثافه قلنا وحده قياسها كيلو جرام لكل متر مكعب، دي الكثافه بتاعت الماده. لكن انا بتكلم عن الكثافه النسبيه، اي حاجه فيها نسبه يا اولاد هي لا تميز، ليس لها وحده قياس. يبقى لما يجي يقول لي علل لما ياتي، الكثافه النسبيه ليس لها وحده. ليه؟ لانها ايه؟ عباره عن نسبه، ببساطه جدا جدا. ده كده بالنسبه خلصنا ايه اول خاصيه اللي هي الكثافه. هنتكلم عن الضغط. يعني ايه ضغط؟ طبعا انا في بعض الاحيان نقول ايه، احنا عايشين في ضغط جوي، كلنا بنسمع الكلمه دي. ماما راح للدكتور تعبانه، الدكتور يقول لها ايه؟ الضغط عالي او الضغط منخفض. طب هو ده برضو ضغط. ساعات نسمع نقول ان ايه، لو نزلنا في قاع البحار زي اللي هم بينزلوا يصطادوا اللؤلؤ او في اعماق البحار، يقولوا ايه ده الضغط تحت بيبقى ايه، عالي جدا. فطبعا انا مش متعود على الضغط العالي، فممكن لا قدر الله يسبب بعض المشاكل ليا. اذا ارتفعنا الى اعلى، لو ركبت مثلا اسانسير طبعا عالي جدا مثلا زي بتاع البرج او بعض الناطحات السحاب، كل ما بطلع لفوق بحس ان روحي بتتسحب، بحس كده بحاجه بايه، بتنزل لتحت. ليه؟ اصل الضغط بيوطى، وانا برده مش متعود على ان الضغط يبقى منخفض. هو ده الضغط. يعني احنا الضغط ده حاجه في حياتنا كلنا من ايه، بنستعمله. طب هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنتكلم عن الضغط الماده صلبه، ونتكلم عن الضغط في باطن سائل، ونشوف بعض الأجهزة اللي بتتكلم على الكلام ده. كلمة الضغط أنا ممكن ببساطة بإيجي بضغط على الترابيزة اهو، فبقول إيه؟ إيجي دي فيها إيه؟ فيها قوة. الترابيزة هاخد حتة صغيرة منها مساحة، يبقى أقدر أقول هي عبارة عن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحة. يبقى إيه كلمة الضغط؟ تعريفه لما يقول يعرف الضغط، هو القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات. طب انا عايز احول الكلام ده لرموز. احنا في سنة تانية بنحول اي كلمة لرمز. يعني ايه رمز؟ عايز الصيغة الرياضية للضغط. طب الصيغة الرياضية دي اجيبها ازاي؟ احول بعض الكميات الفيزيائية اللي موجودة الى رموز. الضغط رمزه بريشر، بي بتقيلة. بصوا نيجي للرمز اللي انا قلت عليها، يبقى شبهه شوية، بي اهو كلنا عارفين البي تقيلة، ده البريشر، ده ضغط.
لكن الرو ده عباره عن الكثافه. واجي اتاكد كويس من الرمزين، يبقى الرو كثافه، البي الضغط اللي احنا لسه واخدينها من شويه. طب الضغط دوت لو انا عايز اجيب الصيغه الرياضيه للضغط هقول ايه؟ بي بتساوي، هنا في التعريف يقول لي قوه، يبقى دي وحده، يبقى دي عباره عن كميه فيزيائيه. القوه هي عباره عن الفورس، خدناها في سنه اولى، قوانين نيوتن الثلاثه كانت بتتكلم عن القوه. يبقى ايه هي الفورس؟ اف. دايما بناخد تقريبا الحرف الاول من الكلمه بالانجليزي. على وحده المساحات، مساحات يعني ايه؟ مساحه، اريا، ايه؟ يعني اقدر اقول الصيغه الرياضيه للضغط هي عباره عن بي بتساوي اف على ايه، وانا قدرت اجيبها من التعريف. كلمه صيغه رياضيه زي ما قلنا هي عباره عن بعض الرموز الرياضيه، بحول الكلام الى رموز. طيب عايز ايه تاني؟ قال لي ممكن اقول ما هي وحده قياس الضغط. طب هجيبها منين؟ ببساطه جدا من الكميات الفيزيائيه اللي عندي. انا اف خدتها قبل كده اللي هي القوه بوحده قياس النيوتن، نسبه للعالم اسحاق نيوتن بتاع سنه اولى. والمساحه طول عمرنا خدناها طول في عرض، يعني متر في متر، طبعا نظام المتر الدولي، فتبقى متر مربع. يعني معنى كده وحده قياس الضغط اللي هو البي نيوتن لكل متر تربيع، وهنشوفها كتير في المسائل مع بعض في المنهج. طيب ده بالنسبه للضغط. ممكن يجي سؤال يقول لي ما معنى ان القوه المؤثره عموديا على وحده المساحات من سطح ما بتساوي 5 في 10 اس 5 نيوتن؟ احنا لسه واخدين من شويه كلمه ما معنى، يعني ما المقصود، يعني ايه؟ فسر ما معنى ان القوه بتؤثر على جسم وحده مساحته من السطح فيه رقم 5 في 10 اس 5 نيوتن. هو بيقول لي يعني ايه القوه؟ لو انا ببساطه كده استرجعت الكلمتين اللي انا لسه شرحاهم، هقول انا قلت ان الضغط بيساوي قوه على مساحه. طيب ما هو في قوه ووحده المساحات، يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الضغط. يبقى الاجابه ببساطه جدا اي ان الضغط المؤثر على وحده المساحات او الضغط عامه على سطح ما بيساوي 5 في 10 اس 5. يبقى هو عايز تعريف الضغط، هو ده تعريف الضغط فعلا. واقول الرقم، واقول يساوي الرقم ده، واجي عند وحده القياس. هنا في السؤال كان بيقول لي القوه بتساوي رقم نيوتن، ايوه، لان القوه وحده قياسها بالنيوتن. لكن انا في الاجابه بتكلم عن الضغط، الضغط احنا لسه قايلين من شويه هو عباره عن ايه؟ نيوتن لكل متر تربيع. يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتي عشان اخد درجتي كامله اي ان الضغط الموجود على سطح ما بيساوي 5 في 10 اس 5 نيوتن لكل متر مربع. يبقى كده احنا قدرنا نعرف الضغط وسويناه بالرقم اللي هو موجود. عندي مثال بسيط جدا جدا، تطبيق مباشر على القانون بتاع الضغط اللي هو بي بتساوي اف على ايه. بيقول ايه؟ احسب قيمة الضغط الواقع على جسم اذا كانت كتلته 5 كيلو جرام وعجلة الجاذبية 9.8 متر مربع ومساحة مقطعه 4.1 متر تربيع. هو مديني ايه؟ مديني الكتلة اللي هي ام بتاعتي، اهي الام، بكام ام؟ قايل بخمسة كيلو جرام. ومديني العجلة اللي هي الجي جرافيتي بتاعتي بتسعة وتمانية من عشرة، ومديني المساحة الاريا بتاعتي باربعة من عشرة. هو عايز ايه؟ عايز البي، ضغط الواقع. طب انا هحلها ازاي؟ ببساطة جدا هقول بي بتساوي اف على ايه؟ جبت منين القانون؟ انا لسه قايل ان البي اللي هو الضغط بيساوي القوة على المساحة. طب انا مديني ايه في المعطيات؟ مديني المساحة 4.1، ومش مديني الاف، مديني ام كتلة، ومديني جي. احنا خدنا في سنة تانية في سنة اولى خدنا ان اف بتساوي ام اف جي، قانون نيوتن التاني، وده هنستعمله على طول لغاية سنة ثالثة ان شاء الله. القوة المؤثرة على جسم بتساوي كتلة حاصل ضرب الكتلة في العجلة. يعني معنى كده ان انا اقدر اقول ان بي بتساوي ام في جي على ايه، وعوض تعويض مباشر الام بخمسة، الجي 9.8 على الايه اللي هي 4.1. نشوف مع بعض كده الحل. احنا قلنا القانون اهو، بي بتساوي اف على ايه، هعوض تعويض مباشر البي اللي هو الضغط بيساوي 5 في 9.8 اللي هي الاكسلريشن اللي عندي اللي هي العجلة على الاريا بتاعتي اللي هي 4.1.
ضرب بالآلة ببساطة جدا أقدر أحل وأطلع النتيجة بي بتساوي 12.5 نيوتن لكل متر تربيع. طبعا عشان أحل المسائل، طبعا في بنات بتقول الأولاد يقولوا الفيزياء رخمة، مسائلها كتير وأرقام، وإحنا ما بنحبش الفيزياء ولا المسائل. ببساطة جدا أنا أقدر إن أنا أتعلم وواحدة واحدة، طبعا مش من أول مرة، واحدة واحدة أبتدي إن أنا أحب الفيزياء، أو يعني نوعا ما أبتدي أذاكرها. أول حاجة أنا بذاكر القانون. طب أنا هذاكر القانون إزاي؟ إحنا قلنا من التعريف، إحنا قلنا مثلا كمثال الضغط بيساوي قوة على مساحة، قوة مؤثرة على وحدة المساحات. ببساطة جدا بقدر أقول إن الضغط بيساوي قوة على مساحة اللي هي إف على إيه، يبقى أنا حفظت القانون بي بتساوي إف على إيه. المسألة يعني مجرد تطبيق مباشر على القانون. المسألة فيها فكرة بسيطة بس هي سهلة. حاصل ضرب ام في جي كتلة في العجلة هي اف، طبعا لقانون نيوتن الثاني بتاع السنة اللي فاتت، وبعوض تعويض مباشر بالآلة كده اقدر اخد كل الدرجات النهائية بتاعتي. طيب اهم حاجة ما انساش ايه كمان؟ الوحدة القياس. احنا اتفقنا ان الضغط بيساوي رقم وحدة قياسه ايه؟ نيوتن لكل متر تربيع. ده بالنسبة للضغط على جسم. لا ده انا عايز استنتج قيمة الضغط عند نقطة في باطن سائل. يعني ايه؟ مش فاهم. انا لو انا جبت مثلا حوض، الحوض دوت فيه سائل، وجبت لوح خشبي، لوح مجسم يعني ليه طول وعرض وارتفاع، وعايز اجيب الضغط جوه بتاع السائل. ممكن يجي السؤال بطريقة تانية، اثبت العلاقة الأدرية اللي هي قدامنا، بي بتساوي بي اي زائد اتش جي رو. معناها ايه الرموز قبل ما نبتدي ان نثبت؟ بي احنا اتفقنا ان هو الضغط بتاع الايه الجسم، بي اي تحتيها ايه سمول، ده اللي هو الاتموسفير اللي هو الضغط الجوي اللي احنا عايشين فيه، زائد اتش اللي هو الهاي الارتفاع، جي الجرافيتي بتاعت السنة اللي فاتت اللي هي الجاذبية، اللي هي كثافة الجسم اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية. نلاحظ الفرق بين البي، انا دايما البي عصايتها الرو عصاية مايلة شوية. هو عايز يجيب ايه؟ هو عايز يعين ويستنتج ويوجد قيمة الضغط في باطن سائل. عشان اجيب الضغط احنا قلنا الضغط اللي هو بي بتساوي اف على ايه؟ صح كده؟ طب انا عشان اوصل لاف وايه اجيبهم ازاي؟ انا عندي جسم ليه طول وعرض وارتفاع، يعني اقدر اجيب الايه اللي هي ايه؟ الطول في العرض. طيب دي حلينا الجزء. الاف اجيبها ازاي؟ هو بيقول لي اف على ايه؟ عشان اجيب الاف لازم اجيب معطياتها اللي هي ايه؟ بتساوي ام اف جي كتله في عجله. طب انا ما عنديش كتله اللوح اللي عندي. قال لي بس انا ممكن اجيب الكتله من حاجه تاني. طبعا هي قوانين الفيزياء مترتبه ورا بعضها. طب الكتله دي اجيبها منين؟ قال لي ما انت ممكن تجيبها من قانون ببساطه جدا، رو في في. مين الرو؟ اللي هي كثافه، في في الحجم. طب انا جبتها ازاي اصلا؟ انا من شويه قلنا الكثافه بتساوي كتله على حجم، كتله وحده الحجوم، يعني ام بتساوي رو، سوري رو بتساوي ام على في. طيب انا هجيب الحجم منين؟ الطول في العرض في الارتفاع، مش انا عندي جسم اللوح ده لطوله وعرضه وارتفاع. هنفترض ان الطول اكس، العرض واي، والارتفاع هو الاتش هاي. هجيب المساحه ومنها هجيب الحجم. اول ما اوصل للحجم ببساطه جدا هجيب الام اللي هي الكتله، ومجرد ما جبت الكتله هقدر احدد واقدر اجيب القوه بتاعتي. نشوف مع بعض كده الاثبات يا اولاد. انا جبت الاي اللي هي المساحه بتساوي الطول في عرض اللوح اللي احنا قلنا عليه اللي هو اكس في واي. بعد ما جبت المساحه بجيب الحجم، الحجم هو المفروض ايه؟ اكس في واي في اتش. طبعا انا عوضت عن اكس واي على طول مباشره بالاي، يبقى الحجم اللي هو الفوليوم بتساوي ايه في اتش. جبت الحجم يبقى اقدر اجيب الايه؟ الكتله اللي هي الام الماس بتاعتي، يبقى ام بتساوي ايه في اتش في رو. طيب انا وصلت للام، يبقى ببساطه جدا اقدر اجيب الايه؟ الاف القوه. احنا قلنا احنا عايزين عشان نجيب البي يبقى لازم في اف وفي ايه. الاف بتساوي الام دي كلها اللي هي ايه في اتش في رو، مع هزود عليها الايه الجي اللي هي الجرافيتي بتاعتي اللي هي عجله الجاذبيه، يعني احنا قلنا اف بتساوي ام في جي من شويه. كده انا جبت القوه. طب انا عايز ايه؟ انا عايز اجيب الضغط. طب اجيبه ازاي؟ هقول ان البي بتساوي الاف على الايه،
طب الاف بتساوي قلنا ايه في اتش في جي في رو على الاي اللي هي المساحه. في ايه بسط وايه مقام، يبقى اقدر اقول بي بتساوي اتش في رو في جي من غير الايه، باعتبار ان احنا عايشين في الضغط الجوي اللي هو بي اتموسفير بي اس مول، فبدخله جوه المعادله فبقول بي بتساوي بي اي زائد اتش رو جي او اتش جي رو، مش هتفرق يعني الارقام مضروبه في بعضها. يبقى كده انا اثبتت علاقه بتاعت الضغط في سائل في بطن سائل، البي بتساوي بي اي اتموسفير زائد اتش رو جي، اتش الارتفاع، رو اللي هي كثافه الجسم اللي عندي او السائل اللي عندي، جي عجله الجاذبيه. طيب طبعا هو اثبات طويل شويه انا عارفه، بس يعني هو ببساطه يقدر يتحفظ ببساطه جدا، المساحه ومن المساحه اجيب الحجم وبعد كده اجيب الكتله، يبقى انا وصلت للكتله على طول اقدر اجيب الاف، وببساطه اجيب الاف على الاي واقدر اجيب الايه الضغط. ده لو جه قال لي اثبت، لا ده جاب لي مساله، طبعا المسائل بتبقى اسهل شويه. بيقول ايه في المساله؟ احسب قيمه الضغط الموجود على عمق 50 سنتي تحت سطح سائل كثافته 1000 كيلو جرام كل متر تكعيب، علما بان عجله الجاذبيه بتساوي 10 متر كل ثانيه تربيع، والضغط الجوي بيساوي 1.13 من 1000 في 10 اس 5 نيوتن لكل متر مربع. هنا مديني ايه في المساله؟ انا ايه اللي عرفني ان المساله دي هتتحولني قانون؟ ما انا كل ما بدخل في المنهج كل حصه هلاقي فيه قوانين وفيه اثباتات وفيه مسائل، انا انهي قانون اللي هحل بيه؟ انا من شويه حليت قانون مساله بي اللي هي اف بي بتساوي اف على ايه، لكن ده بيتكلم عن ضغط برضو، بس يعني مدي معطيات كتيره في المساله، مدي كثافه سائل، مدي عمق اللي هو يعتبر الارتفاع، مدي الجرافيتي بتاعتي اللي هي عجله الجاذبيه، ومدي كمان البي اي اللي هي الاتموسفير اللي هو الضغط الجوي. يبقى معنى كده هو عايز القانون الطويل اللي هو بيقول ايه، بي بتساوي بي اي زائد اتش رو جي. نشوف كده مع بعض الحل. هكتب اول حاجه القانون، طبعا ده بتبقى اول درجه عندي، لازم من غير قانون بقى ايه درجاتي بتقل جدا، وابتدي اعوض تعويض مباشر. البي بتساوي الضغط الجوي هو قايل في المساله 1.13 من 1000 في 10 اس 5 زائد الهاي بتاعي كان 50 سنتي، انا ما بينفعنيش اتعامل بالسنتي، بقسم على 100 عشان احول للنظام المتري الدولي، ودي ما ننساش خالص عشان حرام المساله تضيع مننا، ف 50 على 100 تطلع ب 5 من 10. كثافه الجسم عندي ب 1000، عجله الجاذبيه، وابتدي اعوض البي بتساوي 4.9 من 10 في 10 اس 5 ايه؟ نيوتن لكل متر تربيع. ليه نيوتن كل متر تربيع؟ لان دي وحده قياس الايه؟ الضغط. كده انا قدرت احدد واعين الضغط ببساطه. اول حاجه قانون، ما دام انا حافظ القانون يبقى سهل جدا ان انا اعوض كل حاجه تحتها الاتش الرو الجي، وكله بعد كده مساله حسابيه على الاله، وببساطه اقدر استخدم الاله وتقدر تطلع لي النتيجه. طبعا ما اجيش انا ليله الامتحان اقول انا مش عارف استعمل الاله عشان في الاس وكده، في ولاد كتير ما بتعرفش تستعملها، لا نبتدي نتعود طبعا درس بدرس، لان ايه كل ما بدخل في المنهج الدنيا بتبقى صعبه شويه. وكده يبقى انا خدت الضغط في سائل. عندي ملحوظه كبيره جدا بقى في حاجه اسمها الاواني المستطرقه. يعني ايه اواني مستطرقه؟ ممكن في بعض الطلبه سمعت الكلمه دي. هو عباره عن جهاز زجاجي يتكون من عده اواني مختلفه في الشكل والسعه. يعني ايه الشكل؟ يعني مثلا واحد انتفاخ درق، واحد مخروطي اللي هو المثلث، واحد منكسر اللي هو الخط الزجزاج، واحد زي المستقيم زي التيوب بتاعتي الانبوبه، بس كلها في قاعده مشتركه. يعني الجهاز شكله زي ما احنا هنشوفه كده، هو عباره عن اناء زجاجي زي ما احنا شايفين، والاشكال بتاعته بيتكون من عده اواني مختلفه، انبوبه هي رفيعه جدا، وبعد كده في انبوبه فيها انتفاخات، في انبوبه فيها بعض التكسير او المنحنيات، في بعد كده انبوبه ولكن ايه يعني تخينه شويه او مساحه مقطعها كبيره شويه. طب انا ايه الاناء دوت ماله؟ قال لي لو انا حطيت صبيت سائل، اي سائل عندي، ميه، كيروسين، زيت، محلول ملحي، ورحت صبيته من اي فتحه من اي اناء، الاواني كلها مفتوحه من اعلى، من تحت كلها متصله ببعضها. لو انا صبيت مثلا في الاناء اللي هو في النص ده اللي هو عامل زجزاج، ابص الاقي السائل بينزل الى اسفل ويبتدي يرتفع تدريجيا لغايه مستوى افقي واحد،
افقي، مستوى عيني كده، ده اسمه مستوى افقي. طب ليه؟ ده انا المفروض مثلا في انبوبه رفيعه تطلع اعلى، انبوبه تخينه تاخد يعني ايه تاخد قليل شويه، انبوبه منحنيه مع بال ما السائل يطلع. لا، انا عندي قاعده بتقول لو كان عندي عده اواني متصله مع بعضها وحطيت سائل واحد، سائل واحد، لو اي سائل عندي ابص الاقي السائل بينزل الى قاع الاواني ويبتدي يرتفع تدريجيا حتى مستوى افقي واحد. دي بنسميها دي عشان ايه؟ عشان الضغط بيبقى متساوي في جميع الاواني. ازاي متساوي؟ مش هو الانابيب مفتوحه يبقى انا كلها معرضه للضغط الجوي اللي هو بي ايه، يبقى معنى كده بيتساوى ارتفاع السائل في فرعي الانبوبه اذا كانت انبوبه ذات شعبتين على شكل حرف اليو، او اذا كانت في انبوبه الاواني المستطرقه. مهما اختلف القطر بتاعها، ما القطر اللي هي طبعا اللي هي مساحه الايه المقطع بتاعه الانبوبه اذا كانت كبيره او اذا كانت صغيره، طبعا ان الضغط بيبقى متساوي في جميع الاتجاهات. ده ممكن يجي سؤال في الامتحان، ليه بيتساوى ارتفاع السائل في فرعي الانبوبه ذات الشعبتين مهما اختلف قطرها؟ او ممكن اقول اعلل او اذكر سبب يتساوى ارتفاع السائل في اناء الاواني المستطرقه، هي نفس الاجابه، لان الضغط يكون متساوي في جميع الاتجاهات او في جميع الاواني الزجاجيه. ده بالنسبه للسؤال ده. طب انا عندي ده سائل واحد، لكن ما انا بقى عايز اعمل ايه؟ عايز استنتج الكلام ده صح ولا لا، هل فعلا السائل بيرتفع لنفس المستوى الافقي ولا في اختلافات. انا طبعا ساعات في بعض الاحيان بنطبق بنقول نظريه او نقول فرض، فلازم نثبت هذا الفرض، فانا هثبت فعلا ان الارتفاع متساوي في جميع الاواني. هنعمل ايه؟ هنثبت بايه؟ هاخد مستوى افقي واحد في الانابيب اللي هي الاواني المستطرقه، اي انبوبه فيهم هاخد مثلا ثلاث انابيب جنب بعض، وابتدي احدد اقول ان الضغط، احنا افترضنا ان الضغط يكون متساوي، يعني الضغط في الانبوبه الاولى بيساوي الضغط في الانبوبه الثانيه بيساوي الضغط في الانبوبه الثالثه، اللي احنا نعوض عنه بالرموز اللي هي بي ايه اللي هي الانبوبه الاولانيه بيساوي بي بي بيساوي بي سي. طيب انا هعوض عن الضغط بايه؟ باللي احنا لسه ثابتينه، احنا ثبتنا ان الضغط بيساوي بي اي اللي هو ضغط الجوي زائد اتش رو جي. طب انا بي اي مشتركه فمش هكتبها، ما انا هعوض على طول بايه؟ هعوض للثلاث اماكن اتش 1 الانبوبه الاولانيه في رو جي بيساوي اتش 2 في رو جي بيساوي اتش 3 رو جي. انا عامل ايه هنا؟ انا محدد ان الارتفاعات مختلفه، اتش 1 غير اتش 2 غير اتش 3، يعني الارتفاع في الانبوبه الاولى غير الثانيه غير الثالثه، احنا قلنا مختلفين في الشكل والسعه. طيب ليه مثبت الرو ومثبت الجي؟ الرو مثبته لان الكثافه واحده، يعني انا حاطط مثلا سائل واحد زي الميه او الزيت، فكثافه الزيت متساويه في الاواني كلها. والجي جرافتي بتاعتي اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه هي ثابته بتبقى 9.8 او ممكن تقرب ل 10 متر بالنسبه للضغط بتاعي وبالنسبه لي عجله الجاذبيه. طب انا لو انا عايز اعمل ايه؟ هختصر الاثنين مع بعض اللي هي البي والجي. طب يتبقى عندي ايه في المعادله؟ اتش 1 بتساوي اتش 2 بتساوي اتش 3. ايه الارتفاعات دي؟ يبقى انا كده اثبت من الضغط اللي هي اول معادله اللي هي بي اي وبي اي بي بي وبي سي بيساوي بعض. في النهاية أثبتت فعلا إن الارتفاعات هي واحدة اللي هي اتش 1 بيساوي اتش 2 بتساوي اتش 3، يبقى أنا فعلا أنا فرضت حاجة وبالتالي قدرت إن أنا أثبتها. يبقى فعلا ده التعليل اللي قلته من شوية أو الملحوظة اللي قلتها من شوية، إن السائل بيكون في مستوى أفقي واحد رغم اختلاف الشكل بتاع الإناء. طب ده لو سائل واحد، لكن لو أنا عايز أعمل أحسب سائلين غير متجانسين، يعني إيه سوائل غير متجانسة؟ يعني مثلا لو حطيت شوية مية على شوية الزيت وقلبتهم عمرهم ما هيدوبوا، دايما هنلاقي الزيت بيطفو سطح الماء لان كثافته قليله. طب انا هعمل ايه بقى؟ انا هجيب انبوبه ذات شعبتين على شكل حرف يو زي ما احنا شايفينها كده، عباره عن انبوبه زجاجيه على شكل حرف اليو. في بعض السوائل زي الميه والزيت في الناحيه اليمين هو صب كميه من الماء، فنزلت طبعا الميه مثلا لغايه تحت، وبعد كده راح صابب شويه زيت كميه من الزيت، فالزيت بقى في فرع والماء بقى في فرع. طب هما ما دابوش في بعض؟ لا هما مش متجانسين، مش هيعرفوا يدوبوا في بعض. ف
طب ايه اللي حصل؟ ان الماده الاولانيه اللي انا حطيتها اذا كانت ماء او زيت مش هتفرق معايا، الماده الثانيه هتزق الاولى، وبالتالي في ماده هتطلع في الفرع والماده الاخرى في الفرع الاخر. طب انا عايز اعمل ايه من كده؟ عايز احسب حاجه اسمها الكثافه النسبيه لماده الزيت او الكيروسين او اي ماده عندي عايز احسبها، بس تكون ايه سائل، احسب الكثافه النسبيه بتاعتها. طب عشان احسب الكثافه النسبيه هعمل ايه؟ انا ببساطه هاجي اخد خط مستقيم افقي واخد نقطتين A و B او A و C، واقول ان الضغط عند النقطة الاولى بيساوي الضغط عند النقطة الثانية. الانبوبتين لو لاحظنا برضو مفتوحين للضغط الجوي. طب انا بعد ما هكتب كده هقول ان B A مثلا بيساوي B C لانهم على خط افقي واحد زي ما اتفقنا من شوية. بعد كده هتكلم اقول ايه؟ هقول ان انا كده بقدر احدد واعين واجيب اللي هي البي. هو البي بتساوي احنا اتفقنا بي اي زائد اتش رو جي، بس انا عندي مادتين يبقى الاتش مش هتبقى مشتركه، يبقى في اتش 1 واتش 2، ارتفاع للسائل الاول وارتفاع للسائل الثاني. نشوف مع بعض كده الاثبات. النقطه الاولانيه اللي هي بي اي بتساوي بي اي كابيتال اللي هي النقطه الاولانيه بتساوي بي اتموسفير زائد اتش 1 رو 1 في جي. اتش 1 ليه؟ الارتفاع الاول. وليه رو 1؟ لان كثافه الماده مختلفه، انا عندي ماء وزيت. طب النقطه الثانيه اللي هي البي سي اللي هو الفرع الاخر بي اي برضو اتموسفير زائد اتش 2 رو 2 في جي، يبقى انا عندي كده ارتفاعين مختلفين والكثافتين مختلفين. لو احنا بصينا كده ببساطه سوينا الطرفين زي ما اتفقنا، هيبقى النتيجه بتاعتي بي اي زائد اتش 1 رو 1 في جي بتساوي بي اي زائد اتش 2 رو 2 في جي. طب انا اقدر اشطب البي اي وبي اي؟ طبعا ينفع. والجي ايه تتشطب مع الجي لانها متساويه، يتبقى عندي ايوه صح كده اتش 1 رو 1 بيساوي اتش 2 رو 2. يبقى انا كده حسبت ايه او عينت او اثبت الكثافه النسبيه لماده الزيت. بس انا عايزها نسبه، فممكن اعملها تبقى ايه على هيئه بسط ومقام. فهقول انا بتكلم عن الكثافه، يبقى ابتدي بالرو، يبقى رو 1 على رو 2 بتساوي اتش 2 على اتش 1. عشان لو انا حبيت، في بعض الطلبه بتحب القسمه وفي بعض الطلبه بتحب الضرب، الاثنين هيطلعوا صح لو انا كاتبهم صح. يعني انا ممكن اقول اتش 1 في رو 1 دي ماده الميه بتساوي اتش 2 في رو 2 ماده الزيت. طب انا عايز بسط ومقام، هروح اضطر ان انا اكتب ايه؟ رو 1 على رو 2 بتساوي اتش 2 على اتش 1، وبتطلع المساله مظبوطه. نشوف كده مثال. وضعت كميه من الزيت في انبوبه ذات شعبتين ارتفاعها 5 من 10 متر، ثم صبت كمية من الماء فانزاحها في الفرع الآخر. احسب ارتفاع الماء إذا كانت كثافة الماء 1 كيلو جرام لكل متر مكعب وكثافة الزيت 8 من 10 كيلو جرام لكل متر مكعب. هو مديني هنا ايه؟ انا عندي القانون بيقول احنا قلنا اتش 1 في رو 1 لمثلا الماء بتساوي اتش 2 في رو 2 للزيت. هبتدي اعوض ببساطه جدا. هو اتش 1 اصلا مجهول اللي هو بتاع الميه، هو بيقول لي احسب ارتفاع الماء، يبقى اتش 1 مجهول. في كثافه الميه انا كام؟ 1 بتساوي اتش 2 اللي هو الارتفاع بتاع الزيت قايله 5 من 10 في الكثافه بتاعت الزيت 8 من 10 كيلو جرام لكل متر مكعب. ده مساله سهله جدا. هكتب ايه؟ القانون بتاعي اللي اتفقنا عليه اللي هو اتش 1 رو 1 بتساوي اتش 2 رو 2، وعوض اتش 1 قلنا مجهوله في 1 بيساوي 5 من 10 في 8 من 10 واضرب ال 5 من 10 في 8 من 10 طبعا على 1 طبعا هتدي نفس القيمه، يبقى اتش 1 بتساوي 4 من 10 ايه سنتي. طب يا ما معنى كده ان انا ايه قدرت احدد واعين ببساطه جدا جدا المساله. انا هنا بتكلم كل ده على ضغط قلنا في ضغط ماده صلبه او ضغط في سائل في بطن سائل. قدرت احدد اجيب اللي هو اتزان السوائل الغير متجانسه عن طريق اليوتيوب الحرف الانبوبه الحرف يو، لكن ما اتكلمتش لسه عن الضغط الجوي اللي احنا عايشين فيه. يعني ايه ضغط جوي؟ قال لي في ناس تقعد تفكر يعني ايه ضغط جوي اللي احنا عايشين فيه ده. طيب انا عندي جهاز ببساطه بيقيس الضغط الجوي، قبل ما ندرسه بالتفصيل اقدر اشوف الجهاز ده. اسم الجهاز دوت البارومتر الزئبقي، ويطلق عليه بارومتر تورشيلي، وهنقول ليه دلوقتي. وجهاز ببساطه جدا
عبارة عن حوض فيه زيبق وأنبوبة بحط فيها مادة الزيبق. الأنبوبة دي طويلة طولها متر، بنكسها يعني بنكسها بقلبها جوه الحوض. الجهاز ببساطة جدا، ساعات يجي يقول لي ارسم جهاز البارومتر الزئبقي أو البارومتر التورشلي مع ذكر استخدامه بيستخدم فين. فأنا ببساطة برسم حوض، والحوض ده فيه زيبق، وأروح جايب أنبوبة وأنكسها يعني أقلبها وأحط فيها مادة الزيبق برضو. الجهاز ده بيستخدم لقياس الضغط الجوي. طب أنا لو حبيت إن أنا يقول لي يتركب من إيه، زي ما اتفقنا هو أنبوبة زجاجية طولها متر ممتلئة بالزئبق ومنكسة في حوض به زيبق. طبعا في ناس تجربة لذيذة جدا نقدر إن احنا نتفرج عليها، نشوف العالم حب إيه يحسب الضغط الجوي وهنقول إزاي قدروا يحسبوه بالظبط. هو جاي الأنبوبة مملوءة بالزيبق وحطها في الحوض المليان زيبق عندي. بعد فترة لقى في فراغ فوق، لو بصينا كويس هنلاقي في حتة فاضية. الفراغ ده بنسميه فراغ تورشيلي. ما معنى فراغ تورشيلي؟ نسبة إلى العالم اللي اكتشف هذا الفراغ. طب الفراغ ده يا ترى كثافته ضغطه بيساوي كام؟ قال لي الضغط بتاعه بيساوي صفر. يعني ايه صفر؟ يعني لا يوجد. طب ينفع اقول ان الحته دي او الجزء من الانبوبه دوت الفاضي ده فيه هواء؟ معنى فيه هواء، طب هيجي منين الهواء؟ لو انا يعني تخيلت ان ده فيه هواء، في ناس تقول لا ده مش فراغ، فراغ يعني ما فيهوش حاجه خالص. الهواء يعني المفروض يدخل في من اعلى كده ويدخل جوه الانبوبه ويزق الزئبق ويطلع الى اعلى. طبعا هو عمره ما هيحصل، مش هيعرف يعني، مش هينفع خالص ان الهواء يزق الزئبق، لان الزئبق ايه اتقل كثافته اكبر، فبالتالي مش هينفع المنطقه دي تبقى فيها هواء. طب مين هو تورشيلي؟ هو عالم اكتشف الفراغ ده ويسمى فراغ تورشيلي. تعريفه هو الحيز الفارغ فوق سطح الزئبق. طب كثافته بتساوي ايه؟ كثافته بتساوي صفر. ساعات بيجي كده، وده سؤال في الامتحان، يجي يقول لي مثلا اكمل ما ياتي ما هو فراغ تورشيلي، فبقول ان هو عباره عن الحيز الفارغ فوق سطح الزئبق اللي هو موجود في اعلى الانبوبه وضغطه بيساوي صفر. طيب الحوض اصلا كان فيه زئبق ضغط عليه البريشر بتاعه اللي هو الضغط الجوي اللي احنا من ايه بندرسه. فطب انا عايز اعرف يعني ايه ضغط جوي. هو وزن عمود من الزئبق طوله، لما قاسوا المسافه بتاعه الانبوبه اللي فيها الزئبق لها 76 سنتيمتر. احنا اتفقنا الانبوبه طولها متر، فالحته اللي فيها زئبق احنا قلنا الزئبق ابتدى ينزل لحد معين، يعني عمل التجربه مره واثنين وثلاثه لقى ايه الحته دي ثابت الارتفاع بتاعه، يعني معنى كده ان الهواء ما يقدرش يشيل الا ضغط معين، فعشان كده سميه بالضغط الجوي. هو وزن عمود من الزئبق طوله او ارتفاعه 76 سنتيمتر. لو انا هحوله للمتر يبقى 76 من 100 متر، ومساحه مقطعه اللي هو تخن الانبوبه الواحده. طيب وحدة قياس الضغط الجوي طبعا هي برضو النيوتن لكل متر تربيع. طب انا لو حبيت انا اقول برضو بما تفسر او ما معنى او ما المقصود، ما معنى ان الضغط الجوي عند سطح البحر بيساوي 1 و13 من 1000 بار. البار دي كلمة جديدة، يعني ما معنى كلمة بار؟ البار هي وحدة من وحدات قياس الضغط الجوي زي ما هنشوف بعد شوية. يبقى انا خدت من شوية الضغط في نيوتن لكل متر تربيع، وفي وحدة تسمى البار. طيب إجابة السؤال إيه؟ ما معنى احنا اتفقنا أو ما المقصود؟ إن هو عايز الجزء ده يعرف اللي بيتكلم عنه. هنا بيقول إيه؟ معنى إن الضغط الجوي عند سطح البحر. يبقى عايز تعريف الضغط الجوي اللي أنا لسه قايلاه. هو عبارة عن وزن معمود من الزئبق ارتفاعه 76 من 100 متر، ومساحة مقطع الوحدة بتساوي 1 و13 من 1000. أنا اتكلمت في الأول إيه؟ هو عبارة عن إيه؟ الضغط الجوي هو وزن عمود من الزئبق. طب إيه وحدة قياس الوزن؟ خد نفسنا أولى، قلنا الوزن هو قوة جذب مين؟ الأرض للجسم، يعني الوزن هو القوة. ماشي، بس ولكن دي كمية متجهة اللي هو الوزن. يعني معنى كده وحدة قياس الوزن هي وحدة قياس القوة. فأنا هقول في الإجابة بدل كلمة بار هقول بتساوي 1 و13 من 1000 إيه؟ نيوتن. يعني وحدة القوة هي وحدة الوزن. طيب نيجي نعرف بعض وحدات لقياس الضغط الجوي. احنا قلنا من شوية في نيوتن لكل متر تربيع دي خدناها، وقلنا في واحدة اسمها باسكال. باسكال دي وحدة
بقدر ان انا احدد بيها برضو لقياس الضغط، وهي تساوي نيوتن لكل متر تربيع. ممكن في بعض الاحيان في الامتحان يقول لي الباسكال بيساوي نقط، طب بيساوي ايه؟ نيوتن لكل متر مربع. دي ممكن اكمل، ممكن صح وغلط. وحده ثالثه تسمى البار، اللي احنا لسه كنا متكلمين عنها، والوحده دي كبيره بتساوي 10 اس 5 نيوتن لكل متر مربع. في بعض الاحيان يجي في سؤال في الامتحان يقول لي ايه وحده قياس الضغط الجوي في النظام المتري الدولي نقط. النظام المتري الدولي اللي احنا اتكلمنا عنه في سنه اولى، اللي هو الطول بالمتر اللي لسه اتكلمت عنه من شويه، والكتله بالكيلو جرام، الزمن بالثانيه. هو عايز بقى وحده قياس الضغط ده بالنظام المتري الدولي. ايه هو؟ هو عباره عن، هنكتب الاجابه نيوتن لكل متر تربيع، اللي هي الوحده الاولى، ده اسمه في النظام المتري الدولي. لكن لو جبت سؤال مثلا او اكمل او اختار وحدات لقياس الضغط الجوي، انا عندي 6 وحدات، اختار اللي انا عايزه. قلنا اول وحده اللي هي نيوتن لكل متر مربع، الباسكال اللي هو نيوتن لكل متر تربيع، البار بيساوي 10 اس 5 نيوتن لكل متر مربع، طبعا انا بحفظ اللي في الاقواس دول. نمره 4 سنتيمتر زئبق، اللي هو الطول او الارتفاع اللي كان في الانبوبه من شويه، اللي هو 76 سنتيمتر من ماده الزئبق. نمره 5 ملي متر، يعني وحده مصغره. احنا عارفين السنتي في كام ملي؟ طبعا 10، فانا بضرب الرقم اللي فوق في 10 فبقى 760 ملي متر زئبق. نمره 6 الطور، هو الطور ده هو عباره عن 1 ملي متر زئبق. يعني طب الملي متر زئبق احنا سائلين اللي هو 760 ملي متر زئبق. دي كلها وحدات لقياس الضغط. طبعا سهل جدا ان انا احفظهم، مش صعبين. وممكن احول من صوره للاخرى، يعني ممكن احول مثلا من سنتيمتر للمليمتر، بحط العلامه زي ما قلنا من شويه. كل ده تبع الضغط الجوي، اللي هو قلنا اللي هو جهاز اسمه البارومتر الزئبقي او بارومتر تورشيلي نسبه للعالم اللي اكتشف الفراغ. طب انا مش عايز كده، انا عايز ايه؟ انا عايز اقيس حاجه اسمها ضغط الغاز. يعني ايه ضغط الغاز؟ لو انا مثلا كمثال عايز اجيب او احسب ضغط ثاني اكسيد الكربون، ضغط النيتروجين، ضغط الاكسجين، يبقى ما ينفعش الجهاز بتاع الضغط الجوي. طب اعمل ايه؟ بجيب جهاز يسمى المانومتر. فيما يستخدم جهاز المانومتر هو جهاز لقياس ضغط الغاز او فرق الضغط، ضغط الغاز او فرق الضغط. نشوف شكله ايه. لو جه قال لي ارسم جهاز المانومتر، برضو ممكن يطلق عليه المانومتر الزئبقي. ليه؟ لان فيه ماده الزئبق. عباره عن ايه؟ انبوبه على شكل حرف يو، جزء منها الغامق ده المظلل ده ماده الزئبق، والجزء الشفاف ده عباره عن الغاز اللي انا عايز احدد او اعين الضغط بتاعه. فيجي يقول لي ايه؟ ارسم جهاز المانومتر ووضح فيما يستخدم. فاقول هو عباره عن انبوبه على شكل حرف يو ممتلئه بالزئبق، وبها اناء به كميه من الغاز المراد تعيين ضغطه. اهو ببساطه جدا بتركب من اناء في زئبق وينتهي بايه؟ باناء مملوء بالغاز المراد قياس ضغطه. نشوف مع بعض الفيديو ده. هنا الأنبوبة هي باينة على شكل حرف يو مملوءة بمادة الزئبق اللي هي لونها غامق كده أحمر، والغاز محطوط في الأنبوبة أو الانتفاخ اللي هو لونه أزرق. هو بيقول إن أنا ممكن بسهولة جدا يحصل في نوعين من الغاز، في غاز بيبقى تقيل وفي غاز خفيف. الغاز الخفيف اللي هي الصورة اللي على الشمال، المانومتر فيها الزئبق بيبقى أتقل فبيزق وبيدفع الغاز في اللي هو الانتفاخ المدور ده. لو مين؟ لو الغاز خفيف. اما اذا كان الغاز تقيل فبيعمل ايه؟ تقيل فبيزق، بيبقى اتقل من الزئبق فبيزق الزئبق، فبيحصل ارتفاع في الانبوبه اللي هي على شكل حرف اليو. طبعا في فرق بين الرسمتين. طب انا اقدر احدد او اعين الغاز في الحالتين؟ طبعا هنشوفه دلوقتي ونحدد امتى اقدر احدد الغاز لما يكون خفيف او لما يكون الغاز تقيل. الانبوبتين الاثنين مفتوحين للضغط الجوي، طبعا بي ايه موجود. طبعا عشان انا احدد
ضغط الغاز عندي زي ما اتفقنا من شويه، ان انا هعمل ايه، هاخد خط مستقيم عند اي نقطتين، بس هنا عشان في سائلين فانا هاخد عند ايه، بدايه السائل اللي هو الزئبق زي ما هو مشاور كده في الناحيه اليمين، هقدر اخد خط مستقيم افقي واقدر احدد ان في اجيب منه ضغط الغاز. بيقول لي طبعا في فرق في الارتفاع بين السائل اللي هو الزئبق وبين الغاز اللي موجود اللي انا عايز اجيب الضغط بتاعه. طب انا عشان انا احدد بيه ازاي اعمله، قال لي ان انا هقدر ايه اساوي النقطتين زي ما اتفقنا وهنشوف دلوقتي، اللي هو مثلا بي ايه بيساوي بي بي، ولكن في الانبوبه الاولانيه في ضغط جوي وفي ضغط غاز وفي السائل عندي، برضو في الانبوبه الثانيه في الكلام ده، في سائل اللي هو الزئبق وفي الهواء الجوي وفي الضغط بتاعي. نشوف ببساطه جدا هنعمل ايه. لو انا عندي الانبوبه اللي على شكل حرف اليو اهي، وادي الانتفاخ بتاعي وادي بي الغاز اللي انا عايز احدده. انا بحط سائل الزئبق طبعا بينزل، ده سائل الزئبق اهو، لو انا خدت النقطتين اللي انا قلت عليهم من شويه اي خط مستقيم نقطتين اهو، انا عايز اجيب ايه البي غاز. طب عشان اجيب بي الغاز اللي هو ده هعمل ايه، هقول بي غاز هو ده اللي انا عايز اجيبه صح، هقول ايه النقطه دي هسميها ايه، والنقطه المماثله ليها على خط افقي هسميها بي، وهساوي هقول بي ايه بيساوي بي بي، لان احنا اتفقنا من شويه ان الضغط متساوي عند اي نقطه في مستوى افقي. طب بي اي جي اقدر اعوض عنها بايه، مين اللي فوقيها، بي الغاز اللي انا عايزاه، يبقى دي ده بي غاز بيساوي النقطة الثانية في هنا سائل الزئبق ده ليه ضغط اللي هو اتش رو جي، وفي مفتوح للضغط الجوي من فوق اهو في بي اي، يبقى معنى كده اقول بيساوي بي اي زائد اتش رو جي، وادي كده انا حددت ضغط الغاز، يبقى بي غاز بيساوي بي اي زائد اتش رو جي. ده امتى؟ لما يبقى الغاز ماله؟ اه ده الغاز قليل، طب انا عايز الغاز لو كبير بقى ايه اللي بيحصل؟ كان تقيل، نفس الرسمه هنرسمها ولكن فيها ايه اختلاف بسيط، ادي الانبوبه على شكل حرف اليو وادي الانتفاخ بتاعي اللي فيه بالغاز، ادي بالغاز بتاعي، وهصب الزئبق من هنا، هبص الاقي الزئبق ده الغاز تقيل، ابص الاقي ايه، هبتدي وهنا البي هنا زئبق بيبقى كتير، هنا قليل جدا، الحته دي مش موجوده يا ولاد، عشان اجيبه هجيب بي ايه بيساوي برضو بي بي ايه، في حته زئبق مع غاز، يعني هقول بي غاز زائد اتش رو جي اللي هي ماده الزئبق، الحته دي بيساوي بي عند بي هنلاقي بي ضغط فاضي اللي هو الضغط الجوي اللي هو بي ايه، يعني معنى كده انا هقول ايه، انا عايزه ده لوحده هودي ده الناحيه الثانيه، يبقى البي غاز بيساوي ايه رو جي. من المعادله دي بقدر احسب حدد فرق الضغط، يبقى انا درست الضغط الجوي ودرست ضغط السوائل
ودرست المانومتر والبارومتر تورشيلدي. وانا معاكم النهارده، وان شاء الله القاكم الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. سلام.